السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنكون مع بعض النهارده ان شاء الله ولمده ساعه على الهواء. هنعمل وصفات ان شاء الله هتعجبكم. بصراحه نسيت اتصور قبل الهواء فمعلش هنستنى للفاصل. ننزل الصوره علشان تنزلوا لنا عليها تعليقاتكم وتنزلوا لنا عليها تطبيقاتكم الجميله عشان نعرضها في اخر الحلقه ان شاء الله. بس استنوا بعض الفاصل. طيب دلوقتي اول وصفه هنعملها مع بعض النهارده هي كيكه الجيلي والموز. الكيكه دي من الكيكات طبعا القديمه جدا، وانا اكلتها عند صديقتي بلقيس الساكت، كانت عاملاها لنا وكان طعمها رائع، فقررت النهارده ان انا اعملها لكم عشان خاطر تشوفوا قد ايه طعمها جميل. وكمان هي مناسبه كده دلوقتي، هي مناسبه صيف شتاء طبعا، بس يعني في الجو ده قبل ما يجي لنا البرد. عشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين كيكه فانيليا جاهزه عادي، بتقدروا تجيبوا تعملوا انتوا كيكه او بتقدروا تجيبوا كيك من السوق زي ما انتوا عايزين. عندنا الكاسترد، الكاسترد عباره عن كوبايه ولاد 3 ارباع لبن، 4 صفار بيض، تلت كوبايه سكر، ربع كوبايه نشا فانيليا، والوش عايزين 4 موز، واحد جيلي حسب الرغبة انتوا عايزين تحطوا اني نوع، وكريمة مخفوقة. اول حاجة هنعملها عايزين نعمل الكزرونة، عايزين كزرونة. طيب اول حاجة عايزين نعملها على ما نجيب الكزرونة، عايزين نجيب الكيكة بتاعتنا. وهناخد، انا دايما لقيت ان الكيكات دي علشان خاطر تبقى الكيكة باينة دايما يفضل ان احنا نجيب كيكة كبيرة وبعدين نحط الصينية اللي احنا عايزين مقاس الكيكة عليها وبعدين نقطعها ونحطها بحيث ان هي تبقى مالية الجناب، لان احنا عارفين لما بنيجي نعمل الكيكة وبندخلها الفرن بتكش شوية من الجناب. اجي احطها في نفس الصينية تانية واحط نفس الصينية اللي انا خبست فيها واحط فوقيها حاجات، الحاجات بتنزل على الاطراف. فيعني لو تحبوا انكم تخلوا الحاجة تبقى باينة فيفضل ان احنا ايه زي ما قلنا نحط كيكة اكبر وبعدين نجيب صينية اصغر منها، يعني نجيب صينية اصغر نقطع عليها المكان. ممكن حد يجيب لي كزرونة صح؟ كسرولة كده تمام. واحد اتنين واحد اتنين نظبط كده، يعني يمكن عالية معلش خليني أصغرها. أنا بغير المقاسات بتاعت بغير المقاسات هنا على حسب العلو اللي أنا عايزاه، علشان الأداة دي بتخليني أقطع الكيك عندي بطريقة متساوية جدا جدا جدا، فبغير الارتفاع حسب ما انا عايزه سمك الكيكه. فانا بالنسبه لي كده سمك الكيكه ممتاز. تمام كده هناخد بعد كده الطبقة اللي احنا هنستعملها اهي، وهنقص الكيكة على حسب خلينا نحط دي هنا، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطع الكيكة بالسكينة حسب مقاس القاعدة اللي عندي. تمام، ناخد السكينة ونبتدي نقطعها بالشكل ده، شايفين كده. كل ده بيتعمل بيه أحلى كيك بوبس، تعملوا بيه كيك بوبس، تعملوا بيه يعني مش عارفه ممكن نعمل بيه ايه تاني، ممكن نعمل بيه حاجات كتير قوي للحلويات اللي بتتعجن بالقشطه وبتحط لها نكهات تبقى لطيفه جدا. طيب هناخد الكيكه بتاعتنا، خليني اشوف لو من تحت مش مستويه بظبطها كمان،
بس هي يمكن مظبوطة الصراحة، ممتازة، شايفين؟ ممتازة ممتازة. هاخدها بقى واحطها هنا بالشكل ده، فنوعا ما بتبقى، بس هي تخينة الصراحة. لا هنقصرها شوية، تخينة. معانا سجى، اهلا يا سجى. ازيك يا شيف؟ يا اهلا وسهلا، انا بحبك جدا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا رب. انت كويسة؟ الحمد لله. انا كنت عايزة سريت الايس كريم. حاضر من عينيا. ممكن ننزل وصفة الايس كريم لو سمحتوا لسجى؟ طيب كده كده احسن. لا طيب كده ممتازة، هناخدها بقى نحطها هنا بالشكل ده واقفل عليها كده، وبعدين هنبتدي نعمل ال... بصوا بصوا قد ايه انا بس عايزاكم تشوفوا. شوف يا شريف، شوف قد ايه الأداة دي بتقطع الكيك بطريقة ممتازة. شايفين الكيكة؟ شايفين طبقة الكيك عاملة ازاي؟ شوفوا، تقدروا تعملوا كيكة الطبقات بالطريقة دي. شوفوا قد ايه حلوة، ممتازة ممتازة، برضو من عند محلات تزيين الحلويات. معانا مين؟ معانا أبرار، أهلا يا أبرار. اهلا وسهلا، مضرب الكيك. يا اهلا وسهلا بيكي. لو سمحت انا عايز اسال عن طريقه اللانش بالفرايه. حاضر من عينيا. حاضر. المضرب بالمضرب. طيب يلا، اول حاجه عايزين، شوفوا هقول لكم الاول الفكره بتاعه الكاسترد. الكاسترد زي ما قلنا بيتعمل في الاوتيلات وعند يعني بيتعمل بطريقه تانية غير اللي احنا هنعملها بيها، بس انا لقيت في الاخر ان النتيجه واحده، يعني سواء ان انا عملت تامبرنج للبيض وعملته زي ما بيتعمل في الاكاديميات وفي الحتت الكبيره دي، ان احنا نحط الاول الحاجات دي مع بعضها وبعدين اللبن والنشا دول مع بعض، وبعدين اخد اللبن واحطه على وهو سخن واحطه بالراحه على البيض واقلب، وبعدين ارجع احط، او نعمله زي ما انا هعمله دلوقتي ان كل حاجه على بعضها، بصراحه النتيجه واحده. فانا دلوقتي هعمله زي ما انا متعوده اعمله. هناخد اول حاجه اللبن، البيض اللي عندنا، بس عايزين نخفقه شويه، مش نخفقه، نقلبه بس كده شويه. تمام. هنحط الفانيليا، هنحط السكر، هنحط اللبن، بس هسيب شويه من اللبن عشان خاطر ندوب فيها النشا. ادي شويه سبتهم، احط فيهم النشا ونقلب النشا بتاعنا هنا علشان يدوب. شايفين كل حاجه على بعضها حطيناها، نتاكد انه داب، بعدين ناخده بقى نحطه على الخليط ده، وكل ده هاخده احطه على النار ونقلب لغاية ما تبتدي تتخن عندنا الكاستر البيتي بتاعنا اللذيذ. بس يبتدي يتخن باخده وبحطه فوق الكيكة اللي عندي. شريف، شريف طبعا المخرج معانا النهارده، دايما مغلبينه ومغلبنا، ما تفتكروش ان احنا بس اللي بنغلب المخرجين، هما كمان بيغلبونا، صح يا شريف؟
يعني بيطلعونا فواصل في اوقات كتير بتبقى مهمه. مثلا طيب دلوقتي احنا عايزين الـ ده يتخن، طبعا هو هياخد بس دقايق وهيتخن، في الدقايق دي هنكون طلعنا فاصل، وبنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا للنهارده، فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلينا نشوف كده، بعتنا الصورة وصلت ولا ما وصلتش؟ أنا بعتها. أسماء، يا أهلا وسهلا يا أسماء. أهلا وسهلا بحضرتك، ازيك عاملة إيه؟ أنت إيه أخبارك؟ تمام والله الحمد لله، حضرتك عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، أنا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يخليكي يا حبيبتي. معلش بعد إذن حضرتك ممكن أسألك؟ أه طبعا سؤال. اتفضلي. انا بعمل حاجات بعجينه السيراميك، لو سمحت ممكن اسال هو ايه الماده اللي بتلزقه على المجات لو غسلتها ما يطلعش؟ والله هو يعني عامه لما جت هنا عندنا ميرو دياب حطت ال بتاعي، ممكن تحط شويه غيره، بس هي انا شفتها لزقته افتكر من غير حاجه خالص، صح يا ميرو ولا ايه؟ استخدمت مسدس الشمع، بس انا افتكر لو استخدمتي غيره هيكون اقوى. جربي كده، جربي الغيره وجربي المسدس الشمع، بس برضو جربي لا خليكي جربي الغيره وجربي مسدس الشمع، جربي الاثنين. طيب احنا دلوقتي عملنا الكاسترد اهو، هناخد انا مطلعه السباتولا، هناخد الكاسترد اللي عندنا وهنحطه فوق الكيكه اللي احنا قطعناها وحطيناها في الصينية. تقدروا كمان تعملوه في قالب الانجليش كيك عادي جدا. هنحط كده الكاسترد بتاعنا وهنوزعه، نفرده فوق الكيكة، وبعدين هاخد الكيكة بتاعتي احطها في التلاجة لغاية ما الكاسترد يبرد. تمام، بس الكاسترد برد ده هيكون شكله عندي بعد ما نطلعه تاني من التلاجة اهو، هيكون شكله كده. ده كده عندنا الكاسترد سائع. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الجيلي، وانا الجيلي اللي عندي ده سريع التجمد. سريع التجمد يعني مجرد بس ما بيشم ريحة ان هو برد تكة بيجمد على طول، فانا هحط الجيلي بتاعي هنا، هتشوفوا هيجمد ازاي، وهنقلبه زي ما اتفقنا النكهة اللي انتوا حابينها. يعني حتى ده انا بقدرش، خلاص هو كده ممتاز، ما بقدرش ان انا احط له شوية بارد يعني شوية سخن وبعدين ارجع احط له بارد، لاني اول ما بحط له المية الباردة على طول بيجمد قبل ما احطه في اي حاجه. معانا محمد، اهلا يا محمد. الو. اهلا وسهلا. الو. معلش كده عايز طريقه البيتزا. حاضر يا حبيبي من عينيا. حاضر يا محمد. طيب هناخد دلوقتي الموز اللي عندنا ونبتدي نحطه على. معانا اميره، اهلا يا اميره. ألو. اهلا وسهلا. معانا اميره. اهلا وسهلا بيكي يا أميرة. طيب معلش كلمينا تاني. طبعا تقدروا تحطوا أي نوع انتوا عايزينه من الفاكهة، هنحط كده احنا هنا موز وهنحط عليه من فوق جيلي وهندخله التلاجة، وزي ما قلنا اي نوع بيمشي في الكيكة دي، مش لازم ابدا تتأيدوا بالحاجات اللي انا حطاها، يعني ممكن تحطوا فراولة، ممكن تحطوا كيوي، ممكن تحطوا اناناس، ممكن تحطوا حاجات كتير حسب ذوقكم وحسب الفواكه اللي بتحبوها.
انا بس كل ده ايه، عايزه الجيلي يبرد تكه بس تكه، عشان ما احطوش وهو سخن قوي كده على الكاسترد. فهنحط دول كده دلوقتي، وبعدين نروح بقى للجيلي بتاعنا. ناخد ايه ناخد ايه ناخد دي. شايفين انا المهم عندي الميه تبقى صافيه. بصوا بصوا بس بصوا معلش شوفوا، يعني لسه سخن بس شوفوا، لان دي ساقعه ال شايفين شايفينه جمد عليها ازاي، لانها ساقعه دخلت عليه وهي ساقعه غير، فعلى طول بي بي بيجمد، عشان كده ما قدرتش احط له ميه بارده. يعني مش لان انا مش عايزه، لان انا مش قادره حطيت له ميه ساقعه هيجمد بسرعه. بسم الله، شايفين شايفين ازاي بيجمد. بسم الله، برضو بحطه بالراحة لان هو مش عايزاه ينزل سخن، يسيح لي الكاسترد. هو هتلاقوا الطبقة اللي تحت بقى جمدت خلاص. هناخد بقى الكيكة بتاعتنا دي وهنحطها زي ما هي كده في التلاجة لغاية ما الجيلي بتاعنا اللي هو يعني عايز نقول ايه 5 دقايق في التلاجة ويكون جمد. وهي دي على فكرة ان شاء الله النسخة اللي هنقدمها، مش قادرة اصدق جمد، دي النسخة اللي هنقدمها. جيت احرك الموزة لقيت خلاص اللي تحتيها جمد. دي النسخة اللي احنا هنقدمها ان شاء الله النهاردة في اخر الحلقة. ومعانا هناء. اهلا يا هناء. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ الله يسلم حضرتك ويبارك فيكي. الله يسعدك. شكرا على كل حاجة جميلة حضرتك بتعمليها. ربنا يخليكي يا رب، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم يا رب. ميرسي ميرسي حبيبة قلبي. عندك اي سؤال؟ بعد اذنك يسلم ايديكي وعينيكي، اعرف بس طريقه المحوجه. انا ما عملتهاش قبل كده، فايه رايك نعملها لك الاسبوع الجاي؟ هدى هدى حطيها يا هدى لو سمحت، اعمليها حطيها ضمن الوصفات بتاعه الاسبوع الجاي. قلت ايه يا شيف؟ انا ما سمعتش. ما عملناش المحوجه فعلا. طيب خلينا بقى خلينا نشوف نشوف دلوقتي شويه من الكومنتات الجميله بقى بتاعتكم، عشان زمان الصوره نزلت على الصفحه. محدش اداني موبايله، محدش اداني موبايله وانا معمول لي بلوك 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 بلوك. على راي كلمه صديقتي وحبيبه قلبي رضوى، بوجه لها تحية رضوى، أنا بحبها جدا، وكلامها كلماتها بقت ترند يعني قد ما هي مؤثرة. طيب في كومنتات مكتوبة بس أنا مش عارفة، ممكن تقري لي أي كومنت يا هدى لأن أنا مش راضي يفتح معايا. طب أو نطلع فاصل، نطلع فاصل وحد يديني موبايله. طيب إحنا هنطلع دلوقتي فاصل، ممكن قبل ما نطلع فاصل تيجي يا شريف لو سمحت. طيب شوفوا الجيلي جامد، بصوا جامد خلاص جامد. اختراعات كل يوم بيطلعوا لنا باختراع، الحمد لله. طيب خلاص كويس انه جامد. نطلع دلوقتي بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا ونكمل معاكم تطبيقات وتعليقات وكله. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وعايزه اقول لكم ايه اللي حصل معايا في الفاصل. في الفاصل طلبت منهم يدوني حد يديني الموبايل، رفضوا.
عشان قالوا ان انا بقول على الهواء الارقام السريه بتاعت فتح موبايلاتهم، مفيش حد رضي يديني غير عاشور بعد ما لغى خاصيه الارقام، يعني لغاها مؤقتا لغايه ما خلص، عشان بيقولوا ان انا بقول الارقام بتاعتهم على الهواء، وده ما حصلش. ودي طبعا هدى اللي مطلعه عليا الاشاعه دي. ما علينا، شكرا يا عاشور. دلوقتي هنقدر نتواصل معاكو عن طريق الموبايل بعد ما اقول لكم الوصفه بتاعتنا الثانيه النهارده، لذيذه جدا شكلا وطعما. وهتشوفوا ازاي هنعملها. عشان نعمل الوصفه دي في خطوه احنا نطناها، اللي هي بتاعه الشربات. الشربات بتاعنا عشان نعمله عايزين كوبايتين سكر وكوبايه ميه، معلقه صغيره حبهان مطحون، ونص كوبايه ميه ثانيه. ليه بقى؟ ادي نص كوبايه الميه وادي كوبايه الميه. نص كوبايه الميه دي باخد فيها الحبهان لما بنطحنه في البيت، بيكون في قشر كده طبعا كلنا عارفين، فالقشر ده انا علشان خاطر ما يطلعش في الوصفه بتاعتي بحطه هنا وبخلي ثانيه واحده بحطه في الميه هنا وبسيبه شويه شويه كده لغايه ما الميه تتشبع كده بريحه الحبهان، وبعدين بحطها على الميه بتاعه الشربات وبعمل الشربات عادي. لو بعد ما صفيه طبعا، بعد ما صفي الميه دي، لو هي مش خشن قوي بتقدروا تستعملوها على طول. ده الصراحه مش خشن قوي، بس في حاله ان احنا طحناه في البيت بيكون في قشر كتير، والقشر ده يعني مش عايزين ان احنا ناكله في الاكله المهم يعني. فده عندنا المهم الشربات هنا متنكه بالحبهان. وهنعمل ايه بعد كده؟ عايزين ناخد المكونات بتاعتنا نبتدي نشتغل فيها. احنا قلنا المكونات بتاعه الشربات، العجينه بقى كوبايتين دقيق، نص معلقه صغيره خميره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر بودره، 50 جرام زبدة، 1 صفار بيضة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوباية مية. عايزين نفرد الكلام ده كله على نشا، فعايزين ربع كوباية نشا. صفار البيضة اللي حطيناه في العجين هنشيله علشان نلزق بيه، فعايزين بياض بيضة، وعايزين ربع كوباية لوز يكون صحيح ومقشر، زيت للقلي، والشربات طبعا اللي عملناه، وكل ده احنا عايزين نحمره على نار، فبالتالي حاطين الزيت على النار دلوقتي. طيب الزبده بتاعتنا لازم تكون سايحه، فهحطها شويه كده في الفرن لغايه ما تسيح على ما نعمل الحاجات بتاعتنا. عندنا هنا الخميره، خلينا ناخد المكونات بتاعتنا كلها، هنحط الخميره والسكر، الدقيق، وادي السكر البودرة، وعندنا البيكنج باودر، وعندنا طيب صح، مظبوط كده. ناقص بس نجيب العجانة الصح، الأداة الصح. ثانية واحدة هنزل اجيبها من تحت. يبقى احنا حطينا هنا كده كل حاجة إلا لسه ناقص المية والزبدة، دلوقتي هنحطهم حالا، بس نخلط دول كده شوية. حطينا كل المكونات الناشفة، حطينا الدقيق والخميرة والبيكنج باودر والسكر البودرة، وهنحط دلوقتي الزبدة والبيض والنشا، هنخليه زي ما اتفقنا هنفرد بيه العجينة بتاعتنا. طيب كده احنا خلطنا دول، هنبتدي بقى نشيل ده من هنا ونحط صفار بيضة، صفار البيضة والفانيليا والمية والزبدة. بس الزبدة لسه ما سحتش، فانا هحطها بسرعه كده هنا علشان لازم الزبده تبقى سايحه، فهنحطها كده دقيقه وتسيح. اهلا يا اميره، اهلا يا اميره، الو
أميرة. طيب كلمينا تاني يا أميرة. لازم نسيح الزبدة فدقيقة بس كده، نسيح الزبدة وبعدين نحطها. خلينا نشوف الكومنتات. الله ده موبايلي ما بيفتحش، موبايل عاشور على ما الزبدة تسيح. طيب لغى الرقم. طيب عندنا إسراء العباني بتقول أنا نحبك هلبة هلبة جميلة من ليبيا. محلاكي محلاكي انتي، تسلمي ايديكي، تسلم ايدك، عامله لنا وصفات حلوه وكيكات جميله جايه. وروزي استنوم اللي بتقول شكرا على كلامك الحلو، بعدين بتقول ليه بتقولوا بمصر حبهان هو حبهال. الصراحه مش عارفه ليه حبهان مش حبهان، مين مش عارف. ما انا كنت عايزه ارد ردك ده يا استاذ شريف، بس التاني فيها حب برضو، حب هال وحب هان، يعني ليه احنا حطينا النون بدل اللام مش عارفه. خلينا ناخد مدام يسر. ازيك يا مدام يسر؟ اهلا اهلا غدغوده، اخبارك ايه؟ والله انت اللي وحشانه لانك بتغيبي علينا جدا. التليفونات صعبة قوي يا غادة، صعبة قوي. ليه بقى؟ مش عارفة، كل ما اجي اتصل الاقي البرنامج خلص وبيجيني مشغول. معلش هو بيطول شوية، بيبقى فيه ضغط. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ ازيك وازاي صحتك؟ الحمد لله والله، وحشاني يا غادة كتير والله. وانتي كمان يا مدام يسرى، ربنا يخليكي. وطبعا بتفرج على الروائع بتاعتك كل يوم، يعني ربنا ما شاء الله. يخليكي، وانا عملت لك اد على الانستجرام. يا حبيبتي قلبي، ده انا المقولات بتاعتك كلها بقراها وجميله. ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. شكرا يا مدام يسر، تسلميلي يا ربي، وان شاء الله دايما كده نشوفك بخير. طيب هنعجن الخليط بتاعنا يا جماعه ده. طبعا بعد ما نخلطه كويس لازم نسيبه يرتاح 10 دقايق. بعد ما بيرتاح 10 دقايق ده بيكون بس 10 دقايق مش اكتر، لان هو ما فيهوش، مش معتمد على الخميرة قوي يعني. ده بيكون شكله بعد ما بيرتاح 10 دقايق. هنبتدي بقى دلوقتي نفرده ونشوف هنعمل بيه ايه. عايزين قطاعات، لازم القطاعات دي تكون عندنا، والقطاعات دي انا اللي عندي ما كنتش لاقياهم، ودول لقيتهم واشتريتهم، اللي هم دول موجودين في كل محلات التزيين. دول 3 مقاسات، شايفين بيتباعوا مع بعض كده، فدول احنا هنعوزهم. وعايزين طبعا النشا اللي عندنا عشان نبتدي نقطع ونقط، يعني نفرد ونقطع. فانا هعمل حتة صغيرة بس عشان اوريكم الفكرة بتاعت الخليط بتاعنا ده هنعمل فيه ايه، او العجين. شوفوا العجينة ازاي جميلة، بس تخلوها ترتاح شوية ونشتغل فيها. ممتازة. نفردها بقى على النشا. شايفين قد ايه حلوه العجينه وبتتفرد معايا بمنتهى السهوله. كل ما الاقي النشابه مسكت فيها العجينه على طول بس نحط شويه نشا وبتفرد. طيب كده احنا فردنا، انا عايزه اخلص على طول علشان نقليها ونبتدي نشوف كومنتاتكم وتعليقاتكم. طيب كده احنا تمام اهي، شايفين العجينه بتاعتنا ممتازه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوريكم بس انا واحده
طبعا احنا هنقطع العجين كله عندنا بالنسب متساويه، المقاس الكبير والصغير والاصغر. هنقطع دي كده ناخدها نحطها هنا، وناخد دي الاصغر. معانا منا، اهلا يا منا. الو. يا اهلا وسهلا، بحبك قوي حبيبه قلبي وانا بحبك اكتر. اخبارك ايه يا منا؟ كله تمام الحمد لله، وانت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تسلمي لي يا منا، عندك اي سؤال؟ عاوزه طريقه الكيكه. الكيكه العاديه؟ اه. حاضر، من عينيا. احنا تقريبا ما نزلناش اي وصفه النهارده، صح؟ طيب ده يا جماعه بيكون الشكل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعرض لكم الوصفات كلها، معلش، بكره اللي طلبتوها. هناخد دلوقتي بياض البيض. معانا حد؟ ما سمعتش يا شريف. سلم انفصلت. طيب معلش. طيب هناخد بياض البيض اللي عندنا، وهنبتدي نحط كده هنا في النص شويه وفي النص هنا شويه. تمام. هاخد الوردة بتاعتنا دي وهحطها فوق دي، وهاخد الوردة الصغننة واحطها هنا، شايفين الشكل؟ وهاخد اللوزة اللي عندي هحط طرفها بس كده في بياض البيض، وهاخدها احطها في النص بالشكل ده. ده الشكل اللي عندي. تمام. هناخد بقى دلوقتي الشكل اللي عندنا ده، وهنبتدي احنا مولعين النار على درجة حرارة مش عالية، يعني انا عندي هنا اعلى حاجة 9، انا مولعاها على 6. تمام. 6. هناخد دلوقتي ال مش عارفة ممكن نسميهم ايه، وهنحطهم في الزيت. ممكن شريف عايز نسميهم وردات الحب عشان الفالنتاين كان امبارح. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجة، اهم حاجة، بس اغسل ايدي. طيب دي بقى اول ما تتحمر وتطلع من الفرن من الزيت هناخدها على طول وننزلهم في الشربات اللي احنا عملناه بنكهة الحبهان. وهيبقى شكلهم ايه في الاخر؟ تعالوا نشوف. ده شكل وردتنا دي. لحظة حاسمة لو سمحت يا شريف. ده شكل الوردات بتاعتنا يا جماعة بعد ما طلعت من الزيت. شوفوا الجمال. شوفوا انتوا فين؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ اهي. طيب عشان كده لازم نحط اللوز ابيض علشان خاطر لو حطيناه متحمر ممكن يتحمر زيادة يدينا لون مش لطيف قوي، فالاحسن ان احنا نحطه على نار تكون اسفة نحطه وهو لوز ابيض متقشر، مش لا محمر ولا محمص. وده زي ما اتفقنا حاطينها على درجة 6. ومعانا شهيرة. اهلا يا شهيرة. اهلا وسهلا. انا بحبك امبارح. اه ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي قوي قوي. وانا كمان بحبك جدا يا شهيره. انا بتفرج عليكي كل يوم. بتتفرجي كل يوم عليا؟ اه كل يوم. ربنا يخليكي يا شهيره يا حبيبتي، تسلمي لي. شكرا ليكي يا قمره. شكرا يا حبيبتي، مع السلامه. طيب وعندنا ريوم عامله لنا برضو دانش بريوش من ليبيا، هي ام اريام، وانا كمان بحبك تسلميلي. ودعاء حميد. دعاء حميد من العراق، اهلا وسهلا بيكي. عملت التوفية انا مش عارفاها بس دلوقتي هنشوفها في التطبيقات.
اكيد حاجه بالتوفي طبعا. من سوريا عندنا سمر شايب، اهلا وسهلا بيكي يا حبيبه قلبي. جيهان شعبان بتقول احنا لا، شوفي عايزه برنامج يعلم الاشغال اليدويه. انا بعمل كل يوم 3 اشغال يدويه في الحلقه هنا. ان القناه تعمل برنامج اشغال يدويه صعب لان احنا قناه طبخ. فاحنا كل يوم 3 بعمل هنا انا فقره كرافت، وبيبقى فيها حاجات فيها اشغال يدويه، بتمنى تكونوا استفدتوا منها. وام مريم محمود بتقول لي ولا يهمك اتفضلي موبايلي. تسلمي يا رب، ربنا يخليكي. وام هي ام مريم محمود. وشاف عبير حسن بعتلنا كوردون بلو دايت، بس عاملاه بحشوه السبانخ والجبنه الفته اللايت، شكله بالشهي. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نقدم معاكم تورته او كيكه الجيلي بالموز، ونقرا التعليقات ونشوف التطبيقات. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شايفين وردتنا الجمال اهم، نفشوا، شوفوا الجمال، نفشوا اهم، وهنبتدي نقلبهم الناحية التانية. ودلوقتي خلينا نروح مع بعض نشوف الكيكة بتاعت الجيلي بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفين. شايفين اهو، هناخدها بقى نحطها في الطبق، نحط لها كده شوية زينة خفيفة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله كويس تمام. دلوقتي بقى هناخدها نزينها كده شويه، بس انا عيني على الوردات بتوعنا لسه. ناخد بقى الكريمه بتاعتنا ونبتدي نزينها كده بطريقه خفيفه. طبعا بقى النكهات اللي فيها جميلة جدا، يعني كيك، كاسترد، جيلي. ايه رأيكم ناخد تطبيقات على ما اخلص انا، نحط الكريمة واحط كده يعني اي حاجة عندكم فاكهة حابين تحطوها حطوها. يعني شوفوا انا عندي هنا دول، بس انتوا اي حاجة حطوها، مش تتأيدوش ابدا باللي انا بحطه. طيب انا هحط دلوقتي دول ونطلع على تطبيقاتنا، يلا بينا. مش شايفه. اسماء ايمن حبيبه قلبي عملت المكرونه البشاميل اللايت، الحمد لله انها عجبتك. دينا رمزي عملت الجيلي بالمارشميلو، الف هنا وشفا. عواطف شعبان عملت الغريبه الليبيه، تسلمي لي يا قمره تسلمي. فاطمه تيا عملت برجر الفراخ على طريقه البرنامج، يسلموا ايديكي. توزاني نجوى دايما بتبعت لنا، عملت فوندون الشوكولا، يسلموا ايديكي. فادي ابو ليل طبعا دايما يبعت لنا الصفيحه الارمنيه، طبعا تحفه، يسلموا ايديك. دعاء حميد من العراق عملت التوفيه، عايزين نشوف التوفيه بقى دي ايه، بعت لنا وصفتها يا دعاء.
إشراق بن أحمد عملت الباتون ساليه وهي من تونس، طبعا شكله بشهي. اسلموا ايديكي. شمس الدين من كردستان العراق معجنات، معجنات بالعجوة. انا اكتر حاجة بحبها اني بشوف من كل البلاد في متابعة، فيعني دي حاجة كتير بنبسط منها انا الصراحة. رانو نجار عملت كنافة البطاطا، ازاي بقى؟ قولنا الطريقة. مرومة السنوسي تارت حلو بس شكله لذيذ قوي. اه اسلموا ايديكي. اسراء العباني عملت الفطيرة الليبية، والله متابعة من ليبيا النهاردة قوية جدا. شيف عبير حسن عملت الكوردون بلو زي ما قلنا، دايت بحشوة السبانخ والجبنة الفتة اللايت. اسلموا ايديكي. سارة فرج بتقول يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي، تزيين التورت وعملت تورتة بسيطة بس ما عندهاش كل الأدوات عشان تظبط الدفوهات. سارة فرج. سارة برافو عليكي يا سارة، وأنا مبسوطة من ممكن نرجع تاني لتورتة سارة، بينفع؟ بينفع نكبرها شوية؟ ولا ما بينفعش؟ قولي. طيب، طب سارة ممكن تتواصلي معانا، أنا عايزة أديكي طقم هدية لتظبيط التورت كلها علشان تطلع توراتك جميلة، فاقبلي مني الهدية البسيطة المتواضعة دي لو سمحتي. اتواصلي معانا وسيبي نمرتك في الكنترول وأنا هتواصل معاكي، وربنا يوفقك دايما عشان أنت شغلك جميل. ريومي مام عملت البريوش برضو من ليبيا، بقول لكم النهاردة ليبيا متألقة معانا، طبعا ليبيا متألقة على طول بس النهاردة يا سلام عاملة عجينة بريوش جميلة. اسلموا ايديكي. انعام سرور ربنا يخليكي عملت اليخنة على النار، طبعا تحفة. ده كرومب ده ولا ايه؟ جميل قوي. خنسة اجري ربنا يخليك، هي خنساء من السودان، يا اهلا وسهلا بيكي، عملت السويسرال بالكاكاو. ام انس الدجادي من ليبيا، سمر من ليبيا عملت بيتزا. وردة النورس برضو من ليبيا بس بتسلم على رضوى وهي من ليبيا. وردة النورس يعني النهاردة أنا بوجه تحية كبيرة جدا لكل حبايبنا في كل حتة، وكمان لحبايبنا في ليبيا على التفاعل الرائع منهم النهاردة، بجد انبسطنا. طيب سعاد داوود من سوريا عملت لنا كيكة الشطرنج، يسلموا ايديكي يا سوريا، يا قصدي يا دعاء، دعاء صح؟ دعاء سعاد، يسلموا ايديك يا سعاد وسلامنا لكل حبايبنا في سوريا. طيب انا متشكره جدا على التطبيقات الحلوه دي وعلى التفاعل الجميل ده، ويعني ده كده انا قلت احسن حاجه نعملها ان احنا نطلع اهي الكيكه بتاعتنا، يعني تزيين بسيط كده وكده نبقى خلصنا معاكم وصفاتنا للنهاردة. عملنا معاكم وصفات بسيطة بس لذيذة وسهلة وشكلها جديد، يعني شوفوا الوردات بتاعت الوردات دي، أنا الصراحة يعني شفتها وعجبتني جدا وحبيت إن أنا أعملها لكم عشان خاطر يعني تستفيدوا من الوصفة لأنها وصفة الصراحة جميلة. وعملنا كمان معاكم الكيكه دي اللي ما يتهيأ ليش في حد ممكن يكون ما بيحبش المكونات اللي موجوده فيها، لان هي فيها كاسترد وفيها جيلو وفيها موز فيها كريمه مخفوقه، يعني كل المكونات اللي فيها افتكر انها بتحوز على الاعجاب من كل الناس. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهارده عجبتكم. الوصفات بتاعتنا هتنزل كمان شويه على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، وما تنسوش اللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح.
بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وشكرا لمتابعتكم وتفاعلكم النهارده، كتير انبسطت من التطبيقات اللي بعتوها. وبكره ان شاء الله بشوفكم في حلقه جديده، وصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.